طيب هو بيبو كده بيدخلنا في الاجواء بتاعت بطوله دوري ابطال افريقيا، ومباراه زي دي كانت نهائي بطوله دوري الابطال 2005 امام النجم الساحلي 3-0 في القاهره، المباراه المقبله باذن الله مع النجم الساحلي يوم الجمعه في بدايه دور المجموعات دور 16 من دوري ابطال افريقيا، وبدايه هتكون مهمه جدا مع فريق قوي. بس قبل ما نتكلم باستفاضه عن هذه المواجهه لازم نتطرق لمباراه الامس في الحقيقه، مباراه الاهلي والجونه. ما شاء الله لا قوة الا بالله، سواء اداء او نتيجه حاجه كويسه جدا. يعني مستر ريني فايلر بيعمل معادله صعبه شويه. احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم على مدار الايام اللي فاتت قبل المباراه بنقول ايه؟ بنقول لا ما تتوقعوش ان الاهلي هيلعب باداء جيد، ان شاء الله النتيجه هتيجي وهنكسب باذن الله يعني. لكن ما كناش متخيلين ان بعد فتره التوقف الكبيره دي 50 يوم تقريبا ما بتلعبش ماتشات، لعبت ماتش ودي واحد، وان انت تلعب بالاداء ده لا حاجه في الحقيقه غريبه. هي حاجه غريبه في الكوره. بتدل على ايه؟ بتدل على ان انت عندك مدير فني قوي. مش عايز اضخم قوي في مستر فايلر واقول ده اجمد واحد في الدنيا وكلام من ده، لا انا بتكلم من المعطيات اللي قدامنا. الراجل عامل ماتشات لحد دلوقتي ما حدش كان يتوقع في البدايه لمدير فني صغير في السن، كان فيه هجوم عليه كتير جدا جدا، ويكسب 7 ماتشات ما شاء الله لا قوه الا بالله متتاليه باداء اكثر من رائع في ال7 ماتشات. فلا لازم نقف هنا. لازم نقف وهنبتدي نتناقش مع حضراتكم ونبتدي نعرف راي حضراتكم ايه، هل ده توقيت تقييم مستر نيفايلر ولا احنا مستنيين شويه محتاجين شويه كمان. التشكيل فيه اختلاف طبقا للاصابات اللي كان بتواجه او اللي كانت بتواجه المدير الفني، يعني اتعامل ازاي مع غياب لعيب كبير زي حمدي فتحي، لعيب مهم في نص الملعب، اتعامل ازاي لاعب قفشه ولاعب وليد سليمان، وكان السولية هو اللي تقريبا بيدافع مع الاثنين المساكين ورا لما الكره نفقدها واحنا بنهاجم مثلا. يعني بعض الامور التكتيكيه العديده اللي شغل عليها مستر ريني فايلر، ففي الحقيقه هي معادله صعب. وجمهور الاهلي فرحان، بس هنا نقطه مهمه، ما هو الطبيعي ان الاهلي بيكسب، يعني احنا مش بنبالغ، الاهلي مع لاسارتي في عز الاداء السيء جدا كنا بنكسب، لكن جمهور الاهلي فرحان ليه؟ عشان شايف شغل في الملعب، شايف اداء، شايف معدلات بدنيه كويسه جدا ما شاء الله، شايف سكور في كل مباراه. فدي الجوانب اللي كان بيفتقدها جمهور الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، كنا بنفتقد الاداء مع مستر لاسارتي بصراحه. لا كنا بنكسب بالعافيه يا مسهل، ها هنكسب النهارده ان شاء الله، في اخر دقيقه بقى بتكسب وتجيب جون في بدري في المباراه، وبعد كده بقيت الماتش بتريح بتدافع. لكن السعاده اللي عند جمهور الاهلي بسبب الاداء مش بسبب النتائج، لان طبيعي الاهلي يعني طبيعي ان هو بيكسب، مش حاجه بتبقى مختلفه، هو الهدف الاساسي دايما للنادي الاهلي. واحنا مش بنقول كده عشان يعني في قناه الاهلي وكلام، لا احنا بنتكلم الطبيعي ايه اللي بيحصل مع اي مدير فني، الاهلي بيكسب. المختلف مع مستر فايلر ايه؟ الاداء. مبسوطين جدا بالاستمراريه حتى بعد فتره توقف كبيره، استمراريه في الاداء، فده شيء مميز جدا بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لمستر فايلر. واضح ان المقاومات الشخصيه عند الراجل مختلفه عن اي مدير فني جه قبل كده، ممكن لحد دلوقتي، ولازم نحط تحت دي 100 خط، لحد دلوقتي الشخصيه بتاعته مقاربه شويه لمانويل جوزيه في التعامل مع اللاعبين من الجانب النفسي بالتحديد، واحنا سالنا عدد كبير من اللاعبين في الحقيقه من خلال تواصلنا معاهم. لا في حاجة مختلفة ما بين مستر فايلر والمديرين الفنيين اللي قبل كده، مش هنضخم في المدير الفني، مش هنضخم ليه؟ لأن احنا لسه ما حققناش حاجة، احنا ما خدناش أي بطولة، الراجل لعب 7 ماتشات، احنا في بداية الدوري، خدنا بس بطولة السوبر معاه طبعًا وده إنجاز يحسب له، كان أداء كبير جدًا أمام نادي الزمالك، وفي الآخر كده جه في الجونين ضربات جزاء بسبب ظروف ماتش مش أكتر، لكن أنت كنت راكب طول الماتش، يعني طول الماتش أنت كنت شغال كويس جدًا كرويًا يعني. لكن لغايه دلوقتي احنا مستنيين هدف اسمى واساسي في الحقيقه، وهو بطوله دوري ابطال افريقيا، الكل بيشتغل على البطوله دي. فبالتالي الاداء مبشر، النتائج مبشره، عدد الاهداف مميز جدا. وبالمناسبه انت بتجيب 4 اهداف امبارح في الجونه مضيع قدهم تقريبا، اهداف حقيقيه. فدي كلها امور تدعي للتفاؤل عند جمهور النادي الاهلي المنتظر والمتحمس بشكل كبير جدا لعوده بطوله دوري ابطال افريقيا. بالتالي البدايه هتكون من خلال يوم الجمعه اللي جاي، مباراه الساعه 9 بالليل مع النجم الساحلي هناك في رادس، وميزه كبيره جدا ان انت هتلعب في رادس. لا مش عشان ان احنا بقى بنكسب في رادس وكلام من ده، لا عشان النجم الساحلي بيفتقد للملعب اللي هو متعود عليه، ملعب سوس، الملعب الاولمبي بسوس، ملعب صعب جدا، وجماهير هناك بتبقى قريبه من الملعب اكتر من ملعب رادس. ملعب رادس شبه استاد القاهره كده شويه، لكن ملعب سوسه الجمهور بيبقى قريب من الملعب، فبيبقى فيه قوة في التشجيع وأجواء بتبقى مختلفة في الحقيقة يعني. فدي بداية بالنسبة لك، هيبقى مش عايز أقول اختبار لمستر فايلر،
اللي كانت هتبقى احدى المباريات القويه جدا بالنسبه للمدير الفني من ساعه ما جه، بخلاف مباراه الزمالك يعني. فان شاء الله نتمنى له النجاح والاستمراريه وللفريق وللاعبين.